الحلقات 47 في تفسير جزء عامة تفسير سورة الزلزلة. ما موضوعات سورة الزلزلة؟ موضوعان. الموضوع الأول ثلاث أهوال ستحدث يوم القيامة قبل الحساب. الموضوع الثاني الحساب على كل شيء حتى صغائر الأعمال. أول موضوع ثلاث أهوال ستحدث يوم القيامة. إيه الثلاث أهوال دول اللي هتحدث قبل الحساب؟ أول حاجة إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا تحركت الأرض حركة شديدة واضطربت لقيام الساعة. الزلزال ده رهيب جدا، يرعب كل الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ده أول حدث. الحدث الثاني وأخرجت الأرض أثقالها، تشققت الأرض وأخرجت ما في بطونها من الموتى فصاروا فوقها، زي قوله تعالى وألقت ما فيها وتخلت. طيب الكنوز بقى هتطلع في اليوم ده ولا مش هتطلع؟ لن تخرج. ليه؟ لأنها تكون قد خرجت مع الدجال، فحينما يخرج الدجال يقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز تتبعه. ده كلام مش محمد سمعين قدر. اللي هيطلع الأموات بس. وقال الحدث الثالث بقى وقال الإنسان ما لها، يعني ما للأرض اضطربت اضطرابا شديدا، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. في هذا اليوم تتكلم الأرض بأن ما فعلته هو أمر من الله. دول الثلاث أحداث اللي يحصلوا، رجة جديدة، الموت هيطلعوا، والإنسان يعود يقول ما لها، هتقول له ده ربنا اللي أمرنا نعمل كده. طيب ثم الحساب بقى على كل شيء، الصغائر الأعمال وكبائرها. يومئذ يصدر الناس، يعني ينصرف الناس من مراقد الموت اللي طلعوا فيها، من طلعوا من القبور، إلى مواطن حسابهم. يصدر الناس أشتاتا متفرقين سعداء وأشقياء، زي قوله تعالى يومئذ يصدعون، ومثال قوله تعالى يومئذ يتفرقون. أفواجا، كل فوج معاه اللي زيه، بتوع المخدرات مع بعض، بتوع الأغاني مع بعض، بتوع القرآن مع بعض، بتوع القيام مع بعض، بتوع الدعوة مع بعض، ليروا أعمالهم. طيب رايحين الناس رايحين فين؟ عشان يشوفوا أعمالهم، عشان ليريهم الله جزاء أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة اليوم ده، فمن عمل في الدنيا مثقال ذرة نملة صغيرة يرى ثوابها وحسناتها قدامه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولو عمل شر قليل جدا يرى سيئاته هناك. اليوم ده مفيش حاجة بتستخبى. طيب ما المعلومات الهامة عن الصورة؟ مكانها دي صورة مدنية نزلت بعد صورة النساء، ترتيبها 99، عدد آياتها 8 آيات، عدد كلماتها 35، عدد حروفها 119 حرف. ما الدليل على ضرورة الحرص على كل خير مهما قل والبعد عن كل شر مهما قل؟ الآية اللي عندنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعن عدي مرفوعا اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. مجرد ابتسامتك ابتغاء مرضات الله ده ممكن هي اللي تنجيك يوم القيامة. تبسم الإنسان في وجه إخوانه ممكن ينجي يوم القيامة. عن أبي ذر الغفاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. يعني انت واقف في الطابور وواحد تاني مستعجل ومليت انت الجدل بتاعك تملاه وتقف انت في الطابور تاني، ده معروف لان تاني مستعجل. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرسا شاه، يعني ضف لها، يعني تدي جارتها هديه حتى لو فرسا شاه، ما تقولش مش دي حاجه مش قيمتنا، دي حاجه ما تجيبش حسنات، لا هي ممكن تجيب الحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه استتري من النار ولو بشق تمره فانها تصد من الجائع مسدها من الشبعان. وقالت وعن عائشه قال النبي يا عائشه اياك ومحقرات الذنوب فان لها من الله طالبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضقوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه.
طب ما فضل سورة الزلزلة؟ خصها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها في الركعتين اللي يقرأ بهم في الصبح. عن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما. لا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وفيها الآية الفذة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الفذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني الحمير مهما كثرت مع الزكاة، بس لو تصدق عاجت. وقرأ بها في الركعتين بعد الوتر. في حديث أبي أمامة كان صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس قرأ بإذا زلزلت الأرض وقال يا أيها الكافرون. طب ما الرد على من يقول ده من الإعجاز العلمي الذرة دي؟ الذرة ذكرت في القرآن، نقول لهم الكلام ده غلط، لأن المعروف عند العرب أن الذرة دي النملة الصغيرة أو الهباء اللي في الشمس، مش الذرة اللي موجودة اللي هي بيعمل لها انشطار نووي. فلا يجوز محاكمة القرآن في ضوء ما حدث من اصطلاحات إنما نفهمه في لغة العرب، ولا نربط القرآن بمثل هذا الكلام ونزعم أن القرآن جاء بهذا أو دل على هذه الذرة تنقسم بدليل ولا أصغر. فالآية تعني أن هناك ما هو أصغر من الذرة، وأما ذاك التفسير فإنه من التعمق والتوسع في الربط بين القرآن والاكتشافات العلمية، وتتوسع مرفوض. الأحاديث الضعيفة اللي موجودة في تفسير ابن كثير في سورة الزلزلة، حديث هل تزوجت يا فلان؟ قال لا ولا عندي ما أتزوج به. أليس معك قل والله أحد؟ وعن قال ثلث القرآن، وقال على كل أيها الكافرون ربع القرآن، ده ضعيف. وحديث أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم أقال أقرئني يا رسول الله؟ أقرأ ثلاثا من ذاتي ألف لام راء. قال له الرجل كبر سني واستد قلبي، ده حديث ضعيف. وحديث أتدرون ما أخبرها أن تشهد على كل عبد وأمة، ده حديث ضعيف. وحديث تحفظون من الأرض فإنها أمكم وإنها ليس من أحد عامل عليها خير وشر إلا وهي مخبرة، حديث ضعيف. وعن أنس من قرأ إذا زلت الأرض وعدلت نصف القرآن، حديث ضعيف. وعن ابن عباس إذا زلت الأرض تعدل نصف القرآن، حديث ضعيف. دول ستة حديث ضعيف موجودين في ابن كثير. قولوا قولي هذا واستغفر لي ولا